حياكم الله يا جماعة الخير. اليوم راح أقدم لكم أربع معلومات مهمة عن استخدام المباخر الذكية والأعواد. المعلومة الأولى: تولع البخور من 5 إلى 10 ثواني حتى تتأكد أن البخور مولع زين. تأكدنا أن البخور مولع زين، نحطه في المبخرة ونستمتع. المعلومة الثانية: إذا عندك ضيوف وتبي تستمتع أنت وضيوفك، تأكد من توليع البخور من الجهتين. المعلومة الثالثة: عند شرائك مبخرة، تأكد أنه فتحات المبخرة واسعة بحيث يستمر البخور وما ينطفي عليك. المعلومة الرابعة: يستخدم هذا البخور لتغيير رائحة المكان، فما تيجي وتحطه على خشمك مباشرة حتى تستفيد منه وتستمتع أكثر. وسلامتكم.